بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من كتاب الحكم العطائية للشيخ تاج الدين أحمد بن عبيد السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره. نعم سبحانه وتعالى. ما فيش شوف صفة من صفات الله تعطل صفة ثانية، كله عامل في وقت واحد سبحانه وتعالى. فربنا بيقول لك لطيف بالك، خلاص لطيف بالك، لكن أحيانا تأتي الأقدار على خلاف ما يشتهي العبد تطل لطفه. ده لطفه انت مش واخد بالك بقى، لطفه بطن في قهره. كويس. عندما يبلي وعندما ينعم قهره يبطن في لطفه، فيظهر اللطف ويبطن القهر. يبقى اذا تجلب الانعام، تجلب الانعام مع القهر واللطف، بس خلى اللطف ظاهر والقهر باطن. ولما يتجلى بالابتلاء يوم يجعل القهر ظاهر واللطف باطن، لكن لا ينفك اللطف عن القهر ولا ينفك اللطف عن القضاء. هو رحيم وغفور وفي نفس الوقت شديد العقاب في وقت واحد سبحانه وتعالى. مفيش حاجه تعطل حاجه. واضح؟ علشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لي قول لطيف كده، كان يقول: ما أصبت ببلاء إلا ورأيت فيه ثلاث نعم. يعني أول ما ربنا يبتليك بلاء شديد يلاقي إن البلاء ده فيه ثلاث نعم، شايفهم على طول وهو في بلاء. أولا أنه ليس في ديني، دي أول نعمة. كويس. شوف النطق بقى، انه ما يبتليك في دنياك مش في دينك. فانت شايف الدنيا بس وناسي ان دينك معافى. فهمت ازاي؟ دي اول نعمه واول. يبقى اول حاجه كان يقول ايه؟ نظرت في البلاء فكان في دنياي ولم يكن في ديني، فهذا اول لطف. اللطف الثاني ان كل بلاء الا شد منه، فنقول الحمد لله انه كده مش اشد. شفت بقى ازاي؟ والثالثه انه ربنا ادخر له ثواب بالصبر عليه. يبقى شايف النعم، شايف النعم على طول، يوم ما يبقاش كفور. يبقى علشان كده بيقول لك هنا ايه؟ هو عايز يقول لك المعنى ده يبقى في قلبك على طول. من ظن انفكاك لطفي عن قدره فذلك لقصور نظره، ما عدم معرفتي بربه. ده لو عارف بربه بقى حاجه ثانيه. واضح؟ يبقى معنى كده ان المسلم عنده من الرشيد الايماني اللي بيتحمل كل ما يقدره الله عليه مع عدم نفاذ دينه. يعني دينه ربنا يخليه لا ينفذ من رحمته. انما الكافر لا، ما يستحملش، بيشوف كده ما يستحملش، ينتحر، يموت، يتنقل، يخش العنايه المركزه، يتشل، يجيله مديه، يجيله. ده المسلمين اكتر. المسلمين حاجه ثانيه. اللي دخلت الدنيا في قلبه من المسلمين يحصل له برضه كده. اللي دخلت الدنيا في قلبه المسلمين تلاقيه برضه تعامله مع الاشياء زي تعامل الكافر، مع ان هو مش كافر. بس لانه سمح للدنيا دخلت قلبه. يوم ايه؟ ما يستحملش بقى. أول ما الدنيا تزول كأن روحه متعلقة بدنيا. فيقول لك يا ساتر، ده أول ما إيه التجارة بتاعته كسبت وعرف الخبر مات على طول. الله، ده كانت روحه في التجارة، في ماله. ده كان يعني كان جوه قلبه، ده جوه اللغلوغ اللغلوغ. انما الثاني المؤمن بقى اللي ما دخلش الدنيا في قلبه يقول انا لله وانا اليه راجعون، ربنا عوض علينا ما
بسيطة، العصر جدا يلا نقوم نصلي على طول ببساطة كده. شفت بقى الفرق؟ لأن ده الدنيا في إيده والتاني الدنيا في قلبه. أدي كل الحكاية. وعلشان كده علشان تبقى بهذه المعاني لازم تخرج الدنيا من قلبك. إحنا في الخطبة قلنا ليه قتلوا أهل البيت وهم بيحبوهم؟ عشان الدنيا دخلت في قلبهم. أعرف لو الدنيا ما دخلتش في قلبهم ما كانوش، ده كانوا يشيلوهم في عينيهم، ده كانوا بيحبوهم أصلا. ده هم لحد دلوقتي بيلطموا عليهم. ده لحد دلوقتي يقولوا الشيعة يقعدوا يحتفلوا بعاشورة يقعدوا يلطموا ويضربوا بجسمهم، مع إن مش هم دول الجيل اللي قتل خالص ولا ليهم دعوة، لكن اعتقادهم خلاهم يعني يظهروا الحزن والألم وبتاع، عشان هم حاسين إنه كانوا المفروض نشيلهم في عينينا مش نقتلهم. طب وقتلتوهم ليه؟ عشان الدنيا دخلت لهم. فأول ما الدنيا تدخل في قلب واحد يقتل أبوه عشان يستأثر بالشقة، مع إنه بيحب أبوه بس بيحب دنيته أكتر. ثم أول ما يحس إن أبوه هينقصه على حاجة هو عايزها يقتله، أخوه هينقصه على حاجة هو عايزها يقتله، وهو بيحبه أخوه بس يقتله. ليه؟ لأن الدنيا في قلبه. فهمت بقى؟ هذه خطورة إن الدنيا تبقى في قلبه، تخليك ما تشوفش المعاني الحلوة دي. طلع بقى انت الدنيا من قلبك بقيت ولي، ثم تفهم المعاني دي كلها، يبقى ما عندكش قصور فهم. يبقى ايه قصور الفهم؟ ناتج عن ايه؟ عن حب الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فخلاهم مش شايف الا المصيبة، لكن مش شايف ما بعد المصيبة وما في المصيبة من الفاق، مش شايف، اعمى. فهمت بقى الخطورة؟ يبقى اول حاجة طلع الدنيا من قلبك عشان تنمو، فربنا يجعلها في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. آمين يا رب العالمين.